السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا سنة رابعة؟ النهاردة معانا درس جديد، هو درس الحياة الدينية. يا ترى كان إيه شكل الحياة الدينية، أو إيه هي خصائص الحياة الدينية في مصر القديمة؟ فاكرين يا ولاد في الترم الأول لما قلنا لكل إقليم كان ليه معبود؟ تعالوا كده نشوف. أول حاجة تعدد الآلهة، كان لكل إقليم معبود خاص به. غير كده اتخذوا هذه المعبودات من الطبيعة، فمثلا بعض هذه الأقاليم عبدوا الصقر، وبعض الآخر عبدوا العجل. المرحلة اللي بعد كده المصريين عبدوا الآلهة. طيب زي إيه؟ زي الإله آمون رع، تحوت، خنون. تعالوا كده نشوف مع بعض. ده الإله خنون، الإله تحوت، الإله آمون رع. طيب الآلهة دي يا ولاد كانوا بيعبدوها فين؟ أقاموا المعابد الضخمة لهذه الآلهة، يبقى بما تفسر أقام المصريون القدماء المعابد الضخمة لعبادة هذه الآلهة. مش كده وبس، ده كانوا بيقدموا لها القرابين. معنى القرابين يا ولاد اللي هي الهدايا، فمثلا لو واحد غني مثلا كان يقدم الذهب أو الفضة، طب لو كان مزارع كان يقدم الحبوب زي القمح والشعير. طب يا ترى هذه الآلهة في المعابد الضخمة دي مين اللي كان بيقوم بخدمتها؟ هم الكهنة. يبقى مين اللي كان بيقوم بخدمة هذه الآلهة في المعابد؟ كان الكهنة. يبقى بما تفسر أقام المصريون القدماء المعابد الضخمة لعبادة هذه الآلهة، وقدموا لها القرابين، وقام الكهنة على خدمتها. هنكمل خصائص الحياة الدينية ونقول تاني حاجة هي الدعوة للتوحيد. قام الملك إخناتون أو أمنحتو الرابع، وهو أحد ملوك الدولة الحديثة، دعا إلى عبادة إله واحد بدل من تعدد الآلهة. قال للمصريين إحنا مش هنعبد الآلهة اللي هو زي خنوم وتحوت وآمون رع، لا إحنا مش هنعبدهم تاني، إحنا كلنا كمصريين هنعبد إله واحد. طب اسم الإله الواحد ده إيه؟ اسمه الإله آتون. طب إيه هو الرمز بتاعه؟ رمز له بقرص الشمس، رمز له بقرص الإيه؟ الشمس. وأخذ من مدينة أخيتاتون عاصمة له. يبقى الدعوة إلى التوحيد ظل تعدد الآلهة في الأقاليم، حتى دعا الملك أمنحتب الرابع أو إخناتون، وهو أحد ملوك الدولة الحديثة، إلى عبادة إله واحد. اسم الإله ده إيه؟ آتون. ما هو الرمز؟ رمز له بقرص الشمس، واتخذ من مدينة أخيتاتون عاصمة له. طب ما المقصود بالتوحيد؟ اجتماع الناس، كل الناس في مصر، اجتماع الناس على عبادة إله واحد في مقابل تعدد الآلهة. طبعا يا ولاد كان فترة طويلة كان المصريين بيعبدوا آلهة كتير. لما يجي الملك إخناتون ويدعو إلى عبادة إله واحد، هو كده عمل ثورة دينية. كده عمل إيه؟ ثورة دينية. وفعلا شهدت مصر أول ثورة دينية في التاريخ، لتكون مصر وفرعونها أول من دعا إلى التوحيد وعبادة إله واحد. أهو ده الملك إخناتون أو أمنحتب الرابع. نكمل خصائص الحياة الدينية، البعث والخلود. المصريين يا ولاد كان عندهم عقيدة إن الإنسان هيبعث مرة أخرى، وهترجع له الروح في القبر. يعني بعد ما هو يموت هو خلاص دفنوه؟ لا، ده هو لما هيدفن ده هترجع له الروح مرة تانية، وهيعيش حياة مفيش موت بعدها، حياة الخلود. طيب يا ترى نتيجة اعتقادهم ده ايه النتيجة اللي ترتبت؟ اعتقد المصريون، ما هو اعتقادنا النتيجة المترتبة على اعتقاد المصريون بالبعث والخلود، وضعوا مع الميت الطعام
والأدوات التي كان يستخدمها في حياته. إزاي كانوا يحطوا له قمح وشعير وفواكه، وكانوا يحطوا له مية، ولو كان مثلا نجار كان يحط معاه المنشار بتاعه، لو هو مات مثلا في الحرب وكان جندي كانوا بيحطوا معاه السيف والخنجر والسهام بتاعته. إذا فعلا كانوا هم عندهم قناعة إن هو لما هيدفن، لا ده هيعيش، هيبعث مرة أخرى وهترجع له الروح مرة تانية. علشان كده لازم نحط معاه الأكل، ولازم نحط معاه الأدوات اللي كان بيستخدمها في حياته. اهتموا كمان ببناء المقابر. طب احنا ليه بنبني المقابر دي، او هما ليه كانوا بيبنوا المقابر لدفن موتاهم؟ يبقى تعالوا كده نشوف مع بعض ما النتيجة المترتبة على اعتقاد المصريون القدماء بالبعث والخلود. واحد، وضعوا مع الميت الطعام والأدوات التي كان يستخدمها في حياته وقد يحتاجها في قبره عندما تعود له الروح مرة أخرى. اهتم المصريون القدماء أيضا ببناء القبور. طب ليه؟ بما تفسر بناء اهتم المصريون ببناء القبور؟ بما تفسر الإجابة لدفن موتاهم. غير كده يا أولاد اشتهروا بتحنيط الجثث. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه التحنيط ده؟ هما طبعا موضوع التحنيط ده هو حفظ الجثمان الميت او حفظ جثمان الموتى لتظل سليمة لفترة طويلة. كانوا بيضعوا مع اللي هما بيدفنوا يعني بيحنطوا الميت، يحطوا بعض المواد الكيميائية بحيث ان هو الميت ده يفضل الجثة بتاعته سليمة لفترة طويلة. يبقى من ضمن النتائج ان هم اعتقدوا بالبعث والخلود ان هم اشتهروا بعملية التحنيط هي حفظ جثث موتاهم. عن ليه؟ علشان هترجع ليها الروح مرة اخرى. غير كده يا ولاد قاموا ببناء المعابد لإقامة الشعائر الدينية على الميت. يبقى في المعبد كانوا بيعملوا شعائر دينية للميت. طيب ما هو التحنيط؟ هو حفظ جثث الموتى. حفظ جثث الموتى زي ما قلت لكم المواد الكيميائية اللي هي بتفضل تخلي جسم المتوفي أو الميت مستمرة بشكلها لفترة طويلة، لتظل سليمة لفترة طويلة. يبقى التحنيط هو حفظ جثث الموتى لتظل سليمة لفترات طويلة. طبعا اللي يروح المتحف المصري هيلاقي مومياوات كتيرة جدا. العودة للحياة مرة أخرى، إيه هو التعريف؟ البعث. ما المقصود بالبعث؟ هو العودة للحياة بعد الموت. طيب ما المقصود بالخلود؟ هي حياة أبدية لا موت بعدها. يبقى المقصود بالخلود حياة أبدية لا موت بعدها. من خصائص برضه يا أولاد الحياة الدينية الاعتقاد في الثواب والعقاب. إن الميت ده هيسأل ويحاسب، فصاحب العمل الطيب يجازى وتبقى حياته طيبة، وصاحب العمل السيء يعاقب. أهو الاعتقاد في الثواب والعقاب. اعتقد المصريون القدماء في الحساب بعد الموت، حيث يسأل عما فعله في الدنيا ويحاسب صاحب العمل الطيب، أو يجازى صاحب العمل الطيب ويعاقب المسيء. شكرا يا سنة رابعة، وبالتوفيق يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.